انقسمت الدول العربية بين مؤيد ومعارض لطرح فيلم باربي في دور العرض والسينمات. أثار فيلم باربي جدلاً واسعاً منذ طرحه في السينمات العالمية يوم 21 من يوليو الماضي، ومن بين الدول التي سمحت بعرض الفيلم كانت السعودية والإمارات ومصر. ووفقاً لما أشار إليه موقع ألجوري 24 الإخباري، طرحت الجزائر الفيلم في دور العرض المحلية، لكنها عادت وسحبته بعد أسابيع من عرضه بسبب المساس بالمعايير المجتمعية. تم تعديل البرنامج الخاص بدور العرض يوم الأحد الماضي وإزالة الفيلم من جدول العرض، وأطلق مغردون هاشتاج يحمل اسم أوقفوا عرض باربي على موقع إكس تويتر سابقاً، واعترض البعض على السماح بعرض الفيلم في بعض الدول العربية، وعبروا عن استيائهم مؤكدين أنه غير مناسب لأفكار ومعتقدات المجتمع العربي. وفي الحقيقة ليست الجزائر هي الأولى في منع عرض الفيلم، إلا أنه قررت السلطات في لبنان والكويت حظره في جميع دور العرض في البلدين لأنه يسيء إلى القيم الأخلاقية. يذكر أن فيلم باربي احتل المركز الثاني في شباك التذاكر العالمية، حيث وصلت إيراداته إلى 1,183,000,000 دولار، وبلغت إجمالي إيراداته في السوق المحلي 526,000,000 دولار، وفي السوق الخارجي وصلت إيراداته إلى 57,000,000 دولار.